طبعا الغطاء مع سماحة محمود 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 ودي وصليبه جئنا لنشكو له همومنا وهموم الطائفه وهموم البلد وخصوصا مدينه طرابلس. وطبعا وضعناه في اجواء اللقاء الذي جرى منذ ايام في طرابلس، اللقاء النقابي الاقتصادي الذي دعم ان يعالج هذه الامور الحياتيه. وكان هناك قرار لدى هذا اللقاء بانه ممنوع تنقطع المواد الاساسيه عن مدينه طرابلس كاللازوت والبنزين والقمح والدواء. لذلك طلبنا من سماحة المفتي الدعم في كل الاتصالات التي نجريها وستجريها في المستقبل ورعايته ودعواته لأن نسعى نحن وإياه وبرعايته دائما لأن نخفف من هذه الأعباء عن مدينة طرابلس، لأن كما شرحنا لسماحة الفقر لم يعد على الأبواب، الفقر أصبح داخل البيوت. والأمور كلها وكما يبشرنا الجميع بأنها تذهب إلى الأسوأ. وليس هناك خطة إنقاذ. والطريق الوحيد كما كان الاتفاق في الداخل، الطريق الوحيد لإنقاذ البلد أو لبداية الإنقاذ هو تشكيل حكومة سريعة. فنحن وسماحته وكل المحبين لهذا البلد علينا أن نسعى دائما لأن نغلب كل العقبات من أمام تشكيل الحكومة. تشكيل الحكومة بحد ذاته هو ليس الحل، لأن يعني الحل يبدأ من هنا، لكن كما سمعنا من السفراء والدول التي زرناها وكل الجمعيات التي تريد أن تساعد الناس فإنه بداية الحال هي الحكومة، ولا يريدون التكلم معها إلا من خلال حكومة يرضى عنها المجتمع الدولي ويرضى عنها الشعب اللبناني. لا يجوز ترك البلد بهذا الشكل. والله ولي التوفيق. معالي الوزير، الله يقول أن هناك من يحرك الشارع الطرابلسي، ما صحة هذه المعلومات؟ نحن نشك، وبدأت تتبادل لدينا بعض المعلومات عن جهات تحاول أن تعبث بأمن المدينة. لذلك عندما تكتب لدينا هذه المعلومات وهي ليست طويلة إن شاء الله خلال 48 ساعة سنعلن للرأي العام، ولكن قبل أن نعلن للرأي العام نحن على اتصال وتواصل مع الأجهزة الأمنية وخصوصا مع الجيش اللبناني ومخابرات الجيش. لدينا من الثقة فيه ونحن نعلم كم يعاني الجيش اللبناني كان من الوضع الاقتصادي ولا حتى من وجوده بالشارع وكيف ماسك العصا النمط وعم يراعي كل التوازنات والسلم الأهلي والسلم الداخلي. لذلك المعلومات التي لدينا نعم هناك من يسعى الى زعزعه الاستقرار والبدء بفتنه كبيره ومن مدينه طرابلس. الجهات الداخليه ام الخارجيه؟ لا، جهات داخليه. جهات داخليه بتمويل خارجي. سؤال اخر معي، ما صحه المعلومات انك تزور عن المرجعيات السياسيه وغير السياسيه لتصويت نفسك الى رئاسه الحكومه؟ اليوم هناك رئيس حكومة مكلف وعلينا جميعا أن نسعى أن ينجح رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة. اليوم ليس وقت السياسة وليس وقت المناصب، اليوم وقت الاقتصاد ورفع الغبن والهم عن الناس. طالما هناك رئيس حكومة مكلف فنحن نحترم هذا الخيار ونسعى جميعا
وعلى رأسنا جميعا سماحة المفتي يظل العقبات من أجل أن يشكل قدرة. ونحن زيارتنا بهذا الوقت. شكرا عليكم.